سؤال مهم جدا في المباني السكنية يا اخوانا، هل يمكن تصميم وتنفيذ دورات المياه والمطابخ بدون إنارة طبيعية؟ يعني ايه إنارة طبيعية؟ يعني بدون مناور، مع الاكتفاء بالتهوية الصناعية في المباني السكنية اللي هي R3، سواء كانت الفيلا المنفصلة او الفيلتين المتلاصقتين من طرف او من طرفين. لو اتوفر تهوية صناعية ميكانيكية وإضاءة كهربية ووسائل سلامة، لا يشترط توفير التهوية الطبيعية، ولا يشترط الإلزام بتنفيذ المناور في المباني السكنية. يبقى مهم جدا، لو اتوفر عندي تهوية صناعية ميكانيكية وإضاءة كهربائية صناعية ووسائل السلامة، لا يشترط توفير التهوية الطبيعية، ولا يشترط الالتزام بتنفيذ المناور في المباني السكنية تصنيف R3، لا يشترط الالتزام.